ما هو الحيوان الذي يقدر وزن لسانه بمئة فيل؟ الجواب هو الحوت الأزرق. ما هو الكائن الوحيد الذي ليس لديه رئة ولا ينام أبدا؟ الجواب هو النمل. ما هي أكثر الحيوانات افتراسا على وجه الأرض؟ الجواب هو الدب البني. ما هو الكائن الوحيد على وجه الأرض الذي لا يشرب الماء وإذا شرب يموت؟ الجواب هو الكنغر البري. ما هو الحيوان الصغير الذي يخافه الأسد ويفر منه؟ الجواب هو غرير العسلي.